هلا يا وليد، شلونكم؟ طبعا زين. صار لكم الحمر اول شيء. هاي طبعا مو حتى واحد بيض كذا. هاي الطيور بعد وين ذني جميع طيره. كم شو حط هنا؟ هاي الكمش يعني ذني ايش حط جوا؟ زوج جرافد ذني حتى ذا بالهنا كل يوم هن. هاي حلقتي دي حلق كلها هيك. وبعد شنو؟ والارافل. هاي الارافل جاي تاكل لان كلها جواها زق، جواها فرخات. هاي هنا هاي البالي لاني جواها فرخات همين. وهذا السمن مصعد فارغ كمر لي سمين يفتر يعني يلعب. هذا القائد، القائد. تعال 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 هتشي هسيجي تعال تعال منا. هاي طار ما عليه. المهم ها جاي سقن. وهاي هنا ها جواها زوج جرافيل ومبيضة الطيرة. وهاي جواها زوج وهم من بيضة جاي سقن. وهاي جواها زوج وهم من بيضة. صلى على محمد. وهاي جواها زوج ومبيضة فوقاهن. ما ادري شنو هاي الحالة، ما يبطلنها. هذا ابن الكمر لي الطاير ما ادري. وهاي جواها بيضات. وهنا لان امهات الكمرلين بيضات همين. هذا ننزل تنزل انزل تنزل صورك انزل لك. وهاي الارافل ما طلع له هذا الا هو ينزل وحده. هسه صار لكم هاي مالتي قليلات 19 طير الحمد لله والشكر. طبعا دني جبتهم فاكت حالنا 40 كيلو. يلا خذتهم. هاي الطيور هسه جوا زاق وجوا حال يعني مو مال مطيع يعني بس طير. هاي كل يوم يعني الصبح طير والعصر. هاي هي. وهاي الحمر. هاي الكمش يعني اي طيره كمشه شمره هنا. بس هاي مفتوح يعني بالسطح 24 ساعة يعني وقت ما اصحى ابدا اطير الهرافل افتح بس بابها اطيها كل جوا الطب عالجوع. شباب يمكن صحات لها وصل حمين. فاهم شيء لايك والمتابعة تمام شباب. يا تعال لك حط مو تنسون. حط شوف وين حط. تعال لك انزل انزل انزين انطيه ما معلم هنا تحطه بعد. شوفوا شوفوا شلون بطال. لا بطال. يلا انت القائد صرت بس مو وذني يعني ذيك فالخان اقلك انت وش على هاي الحاتية بس انفحل يمكن بلك اطلع طيرة نطبقها علي هو فحل. لا تقل لي نظف دور جواز ما نظف. هنا هم كطيرة بيضة وهنا بيضة وهنا بيضة يمكن فوق. والله ما طبعا منا الطكي. شوف ما قد بس الدخل لان الصبح تكمل لنا ما اعطيش لان باشر العصر ما صادت شان همين. جويد لا تنسون خلينا نستمر والعباس ما فارغ والدور راح استمر بس بالقناة انشر تمام. يلا احبكم باي.